يا عراقي استاذ عمرو معاك. وبعدين بص يا استاذ عمرو، اعتقد اللي قلته الحقيقه كله كابتن هاني قاله لك، باستثناء بس ان هو يعني برضه هو ما قالش الحاجه اللي برضه عملت مشكله من الشيبي. برضه بنلوم حسين الشحات جدا 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 بشكل بشع، ولكن الشيبي برضه عمل برضه حاجه بايده اللي حضرتك عرضتها ما كانش ليها لازمه خالص، ولكن ده لا يستدعي تماما او لا يبقى ده نتيجته من حسين الشحات اللي هو عمله ده. وانا اللي بقول للكابتن هاني لو هو غضبان واحنا غضبانين، فاداره الاهلي برضو غضبانه بشكل كبير جدا جدا وعملت عقوبه على حسين الشحات. وبقول لك ان بكره كمان يا استاذ عمرو هيكون في اجتماع داخل النادي الاهلي لمناقشه عقوبات ثانيه، قد تكون زياده العقوبه الماليه، قد يكون في عقوبات ثانيه على حسين الشحات. وانا بقول لك كمان ان من حق بيراميدز ان هم يقدموا تظلم في لجنه التظلمات، وبالتالي العقوبه مرشحه. طب دلوقتي تقنيا هي دي تبع لجنه النظام ولا دي تبع لجنة رابطة الأندية؟ هي رابطة الأندية ولجنة المسابقات بتاخد قرار، ولو القرار ده ما عجبش الطرف اللي هو يعني بيراميدز مجني عليه في الحالة ديت، من حقه ان هو يقدم شكوى في لجنة التظلمات، ولجنة التظلمات ساعتها بقى بتاخد القرار النهائي. وهي لجنة التظلمات لسه موجودة؟ لجنة الظلمات موجودة، يا إما لجنة الظلمات ساعتها هتعتمد العقوبة يا إما تزود العقوبة، لو شافت إن العقوبة محتاجة إن هي تزيد ممكن تزودها لثلاثة، ممكن تزودها لأربعة، أيا كان. طب وهو ولجنة الانضباط دورها إيه بقى؟ لا، لجنة الانضباط في الأول لو ما كانش في قرار اتاخد من لجنة المسابقات كان ساعتها بيتم تحويل الموضوع لجنة الانضباط. مش لجنة الانضباط دي كان ليها قرار بخصوص كهرباء وما تنفذش، ولا أنا مش فاكر؟ لا، موضوع كهرباء يا عمرو احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده. لو بتتكلم طبعا حضرتك عن المشكله المحليه، ما بتتكلمش عن المشكله اللي بره، المشكله المحليه الخاصه باحداث مباراه الاهلي والزمالك. ايوه صح كده. في قرار النهارده الاهلي تنازل عن شكواه، لو تفتكر الاهلي تنازل عن شكواه، ولكن عشان الاهلي يتنازل عن الشكوى ديت لازم المحكمه توافق في جلسه يوم 25/8. ساعتها المحكمه هتنظر لانسحاب الاهلي او تراجع الاهلي من الشكوى اللي مقدمها. بعد يوم 25/8 من حق لجنه الظلمات ان هي تاخد القرار ده. في موضوع كهرباء اللي من سنه. اللي هو لازم يعني احتراما للقضاء لازم هينتظر لحد يوم 25/8 اللي هو ميعاد الجلسه. شكرا يا محمد كابتن.